السلام عليكم وصباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم روتيني عند ماما. روتيني الصباحي كيفاش غادي ندوزو اليوم. فقت بكري شويه باش نوجد لهم شي فطور اللي يعجب الدراري. المهم اول حاجه غادي نبدا بها انا خديت هذا المستحضر ديال البراونيز كيف كتشوفوا، وغادي نصايب لهم هذا البراونيز. هذا سريع التحضير ما كياخذش وقت كثير. هنا عندي الشوكولاته، عندي واحد الكيس فيه الشوكولاط. غادي نذوبو، غادي نتبع التعليمات اللي كاتبين ليا هنا في هذه الباكيه. غادي نذوبو مع واحد 125 غرام ديال الزبده، يعني نص علبه. غادي نزيد عليه الشوكولاط. صافي، هي دابا الزبده مع الشوكولاط كيف كتشوفوا. غادي نخويها في هذا الاناء، غادي نحير الكوب شويه باش ما يبقاش سخون، وغادي نضيف ثلاثه ديال البيضات. بسم الله، كنضيف الاولى وكنحرك مزيان باش ما يطيبش لينا البيض. وغادي نستمر حتى نكمل ثلاثه البيضات، وغادي نضيف هذا الكيس ديال المسكر ديال البراونيز ونخلط. صافي دابا خديت هذا المول، هذا غادي نخوي فيه الخليط ديالي. بسم الله، نتاكد انه مخلط. الفران راني درتو كيسخن، درجه الحراره تكون طالعه شويه 200 درجه. انا درت ورق الزبده، نتوما ممكن تدهنوا غير بالزيت اولا بالزبده وترشوه بالدقيق. وغادي نوجد لهم هاد الكاب كيك عاوتاني، هذا حتى هو واجد كيف كتشوفوا. راه الكويختات كيكونوا مع الباكيه لداخل كيف كتشوفوا. هنا تبعت نفس التعليمات اللي كاتبين ليا في العلبه. دابا غادي نضربو بالطراب الكهربائي ونوزعو عليها هادو وندخلو الفران. هاهي راه حتى هي تكون معاها حبيبات ديال الشوكولاط. غادي ندير شويه هكا مع الخليط وشويه نخليه نزين بيه من الفوق. صافي هما ندخلهم حتى هما الفران. درتهم انا درت هادشي خفيف وسهل باش ما ياخذش ليا الوقت، ويبقى عندي اليوم النهار كامل الوقت. دابا في نفس الوقت غادي ندوز نصب الدجاج ديالي. هنا عندي الدجاج اللي غسلته البارح بالليل وخليته في الثلاجة، درت فيه سكنجبير والملح والحامض، غسلته مزيان. هنا خديت الطاجين درت فيه الزيت الزيتون. غادي نحط العطاء ديال الدجاج ديالنا. صافي بركه كنخليها هكا. غادي نزيد عليها بصله، انا اليوم راني بكري تقريبا مع شي 7:30 باش ندير هاد الشقه قبل ما تفيق ماما. باقي نعس وكلشي بزاف نعس. اليوم السبت كاين راجلي جا كشي شويه، نوجد هادشي كله بكري. غادي نزيد عليها شويه الملح ونخليها تقلى. غادي
كيف كتشوفوا هنا خديت شويه ديال المشمش، شويه ديال البرقوق، شويه ديال الزبيب، غادي نرقدهم في الماء. غادي نضيف دابا شويه ديال العصفور ومكنوس، هنا البراونيز ديالنا ها هو راه طاب. غادي نحك 4 ديال الصوص الثومه ديال الثومه متوسطين اولا جوج كبار، غادي نضيف شويه ديال الزعفران شعره، شويه ديال الخرقوم بلدي، سكنجبير، بزار. غادي نزيد واحد 5 ديال الحبات ديال الهيل اختياريين ولكن كيعطيو مذاق زوين. كيف كتشوفوا راه العافيه ديالها مهيله. دابا غادي نضيف واحد كاس ديال الماء، هو فاش غادي يطيب لينا هاد الطاجين، الا احتاجنا راه ضروري غادي نزيدو. دابا غادي نزيدو البرقوق، نحاولو نكادو باش يجي مستف. غادي نزيد مشمش، الزبيب غادي نحطو من الوسط، غادي نزيد واحد المطيشه بالعشره ديالها، غادي نزيد جوج حارات، شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق، صافي. صافي دابا غادي نمشي نطرف هاد الروينه اللي درت انا هنا، وها هو الكب كيك ديالنا من بعد ما طاب. كيف كتشوفوا كيجي على هاد الشكل، ومحتى تشوفوني غادي نحطو ان شاء الله في المائدة.